نكرهه كي نرجع صغير بحالي. باقي صغير وما عارف والو في هاد الدنيا، ماشي بحالي انا، عرفت الشر والحب والفقر والشفارة، حيت كنشوف الناس عايشة بعشرة دراهم في النهار، كنشوف الناس كتقاتل وكتموت كتما وعلى والو، كنشوف الناس كتمرد وعلى والو الحوا، كنشوف الناس عايشة في البرودة والشتاء والتلج، كنشوف الناس وهم عايشين غير تحت الزنك والطين، والأم والأب معذبين. إلا كان في قلبك شوية النفس، ما تنساش باللي بصوتهم طلعوك، ما تنساش باللي بالصوت ديالهم بشراوك وعدوك تما. إلا كان في قلبك شوية الإنسانية، تهلا في الناس ياك وعمل لهم، حيت الناس معدبة ماشي بحالك انت. الناس معدبة وعايشين تحت الزنك والطين، والأم كتمرد والأب كيتقاتل، في هاد الدنيا غير ضيوفة وغدا مشي بحالنا. عمل الخير، عمل الخير في الناس الفقراء، فهمتي الحاوة علاش حيت انا بغي نرجع صغير بحالي، بغي نرجع صغير وممكن اعرف والو شني واقع في هاد الدنيا. المهم هاد الكلام ما مقصدش، ولكن خصك تفهم، خصك تفهم بلي الناس كتموت وكتقاتل، خصك تعرف بلي الناس بالفقر قريبة تنفجر. المهم هاد الكلام خصني يوصل ويمشي بعيد، ما بغيش تفرج فيه بحال افلام ومسلسلات العار، موسيقى اليوم ما بقتش عجباني، بنادم مخلط كيغني على البر.